اكيد هذه العمل يعني هذه صالات القمار او هذه التجاره، تجاره المخدرات هي تجاره مربحه. الموضوع لا يتعدى كونه موضوع صراع من اجل الماده. فبالتالي الارضيه الخصبه الموجوده في العراق التي تجعل من مافيات الدول سواء في موضوع القمار سواء في موضوع الاتجار بالبشر او المخدرات، ترى ان العراق اليوم ارضيه تستطيع من خلالها ترويج هذا الموضوع. وهذه المواد وهذه التجارة تحتاج إلى قوة دولارية، والقوة الدولارية موجودة على الأراضي العراقية. لذلك اليوم نرى أن السوق العراقية فيها سوق رسمي وسوق موازي، وهذا السوق الموازي لن تستطيع أي جهة لحد هذه اللحظة انزاله إلى المستوى الرسمي بسعر الدولار. لماذا؟ لأن هنالك سحب على هذا السوق، من هذا السوق سحب قوي، وهذه العملة التي تسحب تذهب بهذه المجالات.